الفيديو اللي حتشوفوه الآن مو من ضمن منافسات الأولمبياد، لكن برضو في متسابقين وجوائز ومشجعين كمان، وممكن نسميها حتى مسابقة شيل زوجتك واجري. ليفل الثقة اللي لازم تكون عند الزوجة في زوجها عشان يعني تدخل معاه هذه المسابقة عالي جدا، وأنا ما شاء الله ماني عارفة هذول الستات كيف عندهم هذا الليفل من الثقة. على العموم هذه المسابقة أقيمت في المجر للمرة الخامسة في قرية تابيو بسكي، وشارك فيها 29 ثنائي، وعبارة عن منافسة بين الأزواج على حمل زوجاتهم. مضمار السباق طوله 260 متر وبيحتوي على مسارين، حواجز أرضية في خندق بيبلغ عمقه حوالي متر وبرك وحل، ومثل ما شفتوا يعني نجح بعض الأزواج في عبور العقبات بسهولة ومنهم ما قدر. لكن أغرب شيء في هذه المسابقة عاد هي الجائزة، يعني مستحيل تخطر على بالكم. قال جائزة الثنائي الفائز بيرة قد وزنها، يعني متخيلين؟ يعني بصراحة الجائزة لا تستحق العناء أبدا، ولا حتى لازم يسموها جائزة، وأصلا يعني غير الخناقات اللي حتصير، لأنه كل طيحة بخناقة يعني أكيد حتكون. عموما هذه المسابقة مو جديدة ونشأت لأول مرة في فنلندا، ورجعت أقيمت في كثير دول مثل أستراليا، أمريكا، هونغ كونغ، وهي بتحضر شعبية كبيرة في السويد وأستونيا كمان. مو بس كده، هذه الرياضة لها فئة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.